بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. بمشيئة الله حنستكمل بقية الأجزاء في المحاضرة السابقة. طبعا في المحاضرة السابقة في محاضرتنا السابقة أوجدنا التكامل على هيئة إيريا under the graph F، وكنا اللي تعاملنا قلنا لإيجاد الإيريا إيريا under graph F between X and B. في عندي منطقة محدودة بهذه المنطقة وبهذا الشكل أو بهذا الشكل بواسطة هذا المستقيم وهذا المستقيم، ونريد نوجد الإيريا under the graph F. طبعا احنا حنوجد الاريا باستخدام هذه الصيغه. قلنا اما ناخذ دلتا اكس او للصفر او ان تؤول الى ما لا نهايه. دلتا اكس او للصفر تعني ان المسافه بين نقطه واخرى صغيره جدا جدا ولكنها لا تساوي صفر. لما نقول ان تؤول الى ما لا نهايه حنقول حناخذ عدد كبير من المستطيلات او الشرائح بحيث ايه؟ بحيث نحصل على تقريب بحيث نحصل على تقريب جيد. في طالبة تسألوا عن رابط المحاضرة، رابط المحاضرة نفس الرابط، نفس الرابط بإمكانكم تردوا عليه لأن أنا مشغول في المحاضرة الآن. الرابط هو نفس الرابط أهو، هعطيكم الرابط برضو زميلاتكم يخشوا نفس الرابط، لأن أثناء المحاضرة غالبا أركز في المحاضرة. هذا ابعثوا حطوا في الجروب الرابط، لحد الآن هذا هو رابط كل المحاضرات، رابط كل المحاضرات. طيب إذا قلنا حنوجد الإيريا، طبعا لما نوجد الإيريا حنتبع الخطوات التالية. رقم واحد نحسب دلتا إكس، رقم اثنين نحسب إكس كي. يعني بعد ما أحسب دلتا إكس عندي هنا بي و إيه، بداية نهاية الفترة وبداية الفترة، وبعدين كذا نحسب الإكس كي، وبعدين حنستخدم قد نحتاج لاستخدام هذه المتطابقات اللي واحد اثنين، برضه المتطابقه اللي بالنسبه للايه؟ اللي بالنسبه لي كي تفعيل. برضه متطابقه هذه حنحتاجها. طب هذا في الحقيقه ملخص المحاضره السابقه. طبعا في الحقيقه احنا قلنا ايه؟ قلنا لما نعمل تقريب هعيد المثال السابق بس لفترات محددة. طبعا احنا في المثال السابق اخذنا المسألة for n عندما n تؤول الى ما لا نهاية. في هذه المسألة ححدد عدد الفترات، بمعنى ححدد الدلتا اكس. فهاخذ الدلتا اكس مثلا عندي ب الدلتا اكس بنص، يعني المسافة بين نقطة واخرى نص. طبعا لما يكون عندي الرسم بهذا الشكل لاحظوا عندي هنا مقدار الخطأ موجود فين؟ برا أو برا. عندي هنا مقدار الخطأ، خلينا احنا نبدأ بنفس المثال السابق. طبعا اللي حنرمز له بـ EIB يعني inscribed rectangle polygon، يعني لما تكون بهذا الشكل، لما يكون مقدار الخطأ أو الجزء اللي مش داخل معنا حيكون جواه أهو. طب في هذه الحالة، في هذه الحالة طبعا أنا حددت هنا الدلتا إكس وحددت الإن في المسألة السابقة بشكل عام، مش محدد الإن في المحاضرة السابقة. هنا حددت قلت الدلتا إكس بنص، بالتالي حيكون عندي عدد الفترات 1 2 3 4 5 6، ست فترات. طيب طبعا في هذه الحالة حختار الإكس كي، حتكون عبارة عن مينيموم on the right hand end point. يعني لما قلت هذه الفترة حبدأ من أصور النقطة الأولى، حبدأ أصور ليه؟ حبدأ أصور النقطة الرايت هاند. إذن هنا معذرة الرايت هاند، مثلا حبدأ بصفر ونص هذه الفترة. المينيموم لهذه الصورة حتكون إيه؟ المينيموم للنص حتكون عند هذه النقطة. بمعنى في حالة الـ EIB، بمعنى في حالة EIB حبدأ من صورة
النقطة في الجهة اليمين للفترة، لاحظوا هذه معايا فترة، هذه جهة يسرى وهذه جهة يمين، فحبدأ من هنا، يعني حبدأ من حد إيه؟ من حد اف نص. إذا حبدأ أصور هذه النقطة. طبعا دلتا اكس حتكون موحدة للجميع، لاحظوا هي دلتا اكس. دلتا اكس دلتا اكس نفسها دلتا اكس هنا، نفسها دلتا اكس نفسها، يعني دلتا اكس موحدة للجميع وانا حددتها. طبعا في هذه المسألة محدد دلتا اكس محدد الان، وعاوزين نوجد الاريا للانسكرايبد، حرمز لها بي اي بي. فانا حقسم الفترة حقيقية اهو، ما دام كان دلتا اكس بنص، من حد صفر لثلاثة أقسم أهو، من صفر هنا إلى نص، بعدين واحد، بعدين ثلاثة على أنصاص، بعدين اثنين، خمسة أنصاص، ثلاثة. يعني حقسم حقيقة المستطيلات، حيكون عرض المستطيل كم؟ نص 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 لحد ثلاثة. يعني بمعنى الآن عندي ستة، عندي فترة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. We have six intervals. إذا لدي ست فترات. أروح حاسب الإيريا، أبقى الإيريا عرض المستطيل في ارتفاعه، يعني الطول في العرض. هذا العرض دلتا اكس اللي نص 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 نص. الارتفاع اللي طول المستطيل اللي صورة النقطة هذه. حبدأ بصورة النص. بعد صورة الواحد، صورة ثلاثة انصاص لحين. ها كما هو موضح هنا. وطبعا اف نص اروح معوض في حق الدالة. فين اعوض باف نص مثلا؟ اهو اف نص. اروح معوض هنا في الدالة بتاعتي. اللي 16 ماينس اكس تربيع. يعني حيبقى 16 ماينس اكس تربيع، اشيل الاكس واحط نص واحسب هذه القيمه، حتدي لي ايه؟ حيدي لي اف نص 63 على 4 وهكذا. واحسب اف 1، اف 1 حيدي لي 16 ماينس 1 ب 15 وهكذا. وبالاخير احصل على الناتج. طب هذا في حاله ايه؟ في حاله الانسكرايب. انسكرايب قلنا حنرمز له بهذا الرمز اي اي بي. انسكرايب ريكتانجل. طيب لو قلنا نريد الايه؟ لو نريد السيركم سكرايب. لو نريد السيركم سكرايب، طبعا السيركم سكرايب حنرمز له بهذا الرمز اي سي بي. طبعا السيركم سكرايب طبعا بما ان الاف از ديكريزنج، الماكسيموم حتكون عند الليفت هاند. يعني عندي هذه فتره. حتبقى عند الليفت هاند، يعني لو بدأت من هنا حبدأ من عند اف 0، من عند هذه النقطة. لأن عندي هذه قيمة عظمى، هذه عظمى، هذه عظمى، هذه عظمى، هذه عظمى وهكذا. إذا حبدأ من فين؟ من الصفر أهو. طبعا الان محددة عندي في المسألة، لأن يعني عندي دلتا اكس بنص. والفترة من صفر إلى ثلاثة، إذا الفترة من صفر إلى ثلاثة أقسمها إيه؟ ما دام قال لي دلتا اكس تساوي نص، يعني طول الفترة نص، يعني حبدأ من صفر إلى نص، بعد من نص إلى واحد، بعد من نص إلى ثلاثة أنصاص، بعدين ثلاثة أنصاص إلى اثنين، إلى خمسة أنصاص إلى ثلاثة، أو قسمنا إلى ست فترات. طيب بالتالي أهو الحسابات بتاعتي هنا حبدأ من إف صفر. في المسألة السابقة عشان إيه؟ ننتبه لما أطلب الإسكرايب في الفترة حبدأ من النقطة التي في الجهة الشمال. حبدأ أصور النقطة اللي في، يعني لو عندي فترة أبدأ من الليفت، ليفت اند بوينت، يعني النقطة الشمال اللي موجودة في الناحية اليسرى. إذا لاحظوا عشان نعرف نركز، هنا بدأنا من اف 0 في الاي سيركم سكرايب ريكتانجل. هنا بدأنا من ايه؟ بدأنا من النص في حالة الاي اي بي. طبعا كله يعطيني ايه؟ يعطيني الناتج. ما في صفحات. في الصفحات. طيب ننتقل اليوم الى جزء اخر. طبعا في مثال اخر موجود عندكم حترك عليكم. هذه في الحقيقه تكمله لكتشر 4. اليوم حنخذ لكتشر 5. لكتشر 5 حنبدأ من طبعا محاضرة 5 اللي هي في الكتاب عندكم، حيكون سكشن 5.4 سكشن
5.4 طبعا في الكتاب هو بيك صفحات 266. هذا صفحات يعني الطالب اللي يريد ترجع تقرا الكتاب كويس، لانه في حاجات كثيره ما نستطيعش نكتبها في المحاضره. هذا بيج 263. طيب الان ننتقل الى عنوان اخر اللي هو ايه؟ هذا العنوان ذا ديفينيت انتجرال، ذا ديفينيت انتجرال. طيب في الحقيقه اللي حنعمله بالضبط ايه؟ حنقول في اشياء. طبعا احنا في المساله التي تكلمنا عليها قبل قليل او الطريقه التي حسبنا فيها الاريا اندر ذا جراف اللي هي عباره عن تقريب للتكامل نيوميريكالي، كنا عاملين شروط صراحه. في الحقيقه في عندي شروط حطيناها، وضعنا شروط معينه في محاضره اليوم حنستثني هذه الشروط. في محاضره اليوم حنستثني هذه الشروط، حقول الشروط. في المحاضره الماضيه كنا نفترض انه الداله لابد تكون كونتينوس، اذا هذا اول شرط، يعني لابد تكون الداله متصله. رقم اثنين الداله لابد تكون غير سالبه، نون نيجاتيف فور افري اكس ان اي بي، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث كنا نقول all the sub intervals have the same length، يعني المسافات دلتا اكس كلها متساويه، لما كنا نقسم المستطيلات متساويه. الشرط الرابع كنا نقول the number wk is chosen such that if wk يا مينيموم يا ماكسيموم في الفتره. اذا في المحاضره الماضيه قلنا هذه الاربعه شروط مره اخرى اقولها. كنا شارطين الداله متصله، كنا شارطين ان الداله ليست سالبه، كنا شارطين ان دلتا اكس متساوي للجميع، وكنا شارطين ان النقطه اللي حاخذها الاكس كي او اليو كي او الفي كي لابد تكون يا ماكسيموم لابد تكون ماكسيموم او مينيموم على الفتره. في محاضره اليوم حنستثني هذه الشروط، حنقول ممكن تكون الداله في بعض الفترات ديسكونتينوس يعني غير متصله. الشرط الثاني ممكن تكون الداله سالبه لبعض قيم اكس في اي وبي. بالنسبه لطول الفترات ممكن تكون مختلفه، ذا لينث اوف سب انترفلز ممكن تكون مختلفه. برضه النمبر دبليو كي اللي كنا نقول على يو كي او في كي او اكس كي ليس بالضروره انه يكون ماكسيموم او مينيموم، ممكن يكون اي نقطه. اذا احنا هذه النقود او هذه الشروط الاربعه استثنيناها. طيب وبالتالي حيكون في عندي دلتا اكس مختلفه. هحاول الخصها او ابسطها بالشكل الاتي، حكتبها بشكل مبسط جدا جدا بحيث ايه. طيب اذا حنقول احنا ايه لما وجد الان الايريا حسميها تحت عنوان ايه جنرال جنرال كيس. اذا ممكن نستثني الشروط الاربعه. اذا احنا نقول ممكن تكون الداله، اذا رقم واحد ممكن نقول ايه ذا فانكشن، حنقول ذا فانكشن ممكن تكون ذا فانكشن maybe ممكن تكون discontinuous discontinuous في بعض at some numbers in A or B. at some numbers في الفترة A or B. إذا استثنينا الشرط اللي قلناه في المحاضرة الماضية لا بتكون هي متصلة، ممكن تقول ممكن نقول تكون نيجاتيف، يعني حنقول ممكن اف اكس اف اكس ميبي ميبي نيجاتيف، ممكن تكون نيجاتيف فور سام
for some x in A و B. ثلاثة، طول الفترات ممكن تكون مختلفة اللي دلتا اكس. إذا حنقول the length ممكن تكون طول الفترات the length of the sub intervals ممكن تكون ايه different، يعني الفترات ايه اكس كي ماينس واحد واكس كي حنقول ايه maybe different. الشرط الرابع، طبعا هذا الكلام حننفذه الان، انا ما اريدكم تحفظوا الحاجات هذه، فقط نكون على علم بها. The number WK، اللي كنا نختاره، اللي كنا نقول عليه UK VK XK الى اخره، ممكن يكون ايه اي رقم في الفتره، maybe any number in A و B. طيب ناخذ مثال نحاول نوضح هذا الكلام. طيب اذا في حاله الجنرال كيس حنتبع التالي، نتبع الخطوات التاليه وحنفذها على مثال، يعني حنقول ممكن اف اكس ديفاين اون A و B. إذا رقم واحد حنقسم الفترة، حنقول دي فايد، حنقسم الفترة حنقول دي فايد ذا انترفلز اللي A و B إلى انتو ان إلى فترات جزئية غير متساوية، ان ايكوال سب انترفلز، صاب الى فترات جزئيه غير متساويه. فمثلا لو عندي اكس واي، وهذا عندي المنحنى ايه واي تساوي اف اكس، ونريد ايه نوجد المساحه تحت هذا المنحنى، نحدد هنا بA وهنا بB وهنا المنحنى بتاعنا دي نسميه مثلا. طيب اللي هعمله التالي، هاخذ هذه الفتره من A الى B، هاخذ الفتره من A الى B وراح اقسمها الى فترات. لاحظوا الان وانا عمال اقسمها مش حلتزم بالA، اول فتره xn مش حلت الفترات لن تكون ايه متساويه، يعني مثلا هنا x1 ممكن هنا x2 ممكن هنا x3، أو بشكل عام هنا مثلا هذه النقطة حنسميها XK ماينس واحد وهذه حنسميها XK. طبعا لأنه الفترات الآن غير متساوية الدلتا إكس حتبقى مختلفة. لا ما فيش حاجة نحفظها نفهمهم بس، لأن حيبقى هنا دلتا إكس دلتا إكس واحد، لأنه خلاص الآن حتبقى المسافات مختلفة، دلتا إكس اثنين ممكن تكون متساوية يعني ما شاء. بالتالي هنا المسافة من هنا لهنا اللي حتبقى دلتا اكس كي. طيب اذا هذه اول واحد، اول خطوة نقسم هذه الفترة الى فترات مختلفة. طيب بحيث ايه بداية الفترة حنقول عليها اكس نوت، واكس نوت اقل من اكس واحد، واكس واحد اقل من اكس اثنين، وهكذا xk ماينس واحد اقل من xk الى اخر نقطه xn واحد اقل من xn اللي نهايه الفتره. اذا قسمنا الفترات بهذه النقاط بحيث هذه تكون اقل من هذه وهذه اقل من هذه وهذه اقل من هذه. طيب وبالتالي الان حيكون في عندي المسافه بين هذه النقطه وهذه النقطه حسميها دلتا x واحد. اذا المسافه بين هذه النقطه وهذه النقطة حسميها مثلا ايه؟ حسميها دلتا اكس واحد. بين هذه وهذه النقطة حسميها دلتا اكس اثنين، وهكذا.
بين هذه وهذه نقطة حسميها دلتا اكس كي إلى آخر نقطة، بين هذه وهذه النقطة حسميها دلتا اكس ان. يعني عندي هنا دلتا اكس واحد، دلتا اكس اثنين، دلتا اكس كي، دلتا اكس ان. طيب وبعدين؟ طيب هذه الفترات حنقول عليها ايه؟ تجزيء للفترة. إذا حنقول is called a partition للفترة ايه؟ A و B. طيب وبعدين كيف نحسب الآن الاريا؟ طيب بعد ما احسب الدلتا اكس، بعد ما نحسب الدلتا اكس حنقول ايه؟ حروح لاكبر اكبر دلتا اكس، يعني اكبر مسافه حنسميها ايه؟ حنقول largest of دلتا اكس كي، حنقول عليها ايه؟ is called، يعني اكبر قيمه لدلتا اكس حنسميها ايه؟ the norm of the partition، او حنسميها the norm of the partition. وحنرمز لها بالرمز التالي، حنقول and is denoted by، يعني largest، يعني اكبر مسافه نسميها norm، وحنرمز لها بالرمز التالي، هذا حيكون رمزها. طبعا هذا نطلق عليه norm غير المقياس، نظيم B. طيب النقطة الثالثة، المجموع اللي حنحسبه في هذه الحالة، لاحظوا في المحاضرة السابقة لما كنا نحسب مجموع ما سميناهوش أي اسم، لا الآن المجموع اللي حنحسبه حنسميه له اسم، لأنه يحقق الشروط الأربعة اللي قلناها الآن، أنه الدالة ممكن تكون غير متصلة لبعض القيم في أي وبي، ممكن تكون سالبة، أطوال الفترات مختلفة، الدبليو كي ليس بالضروره ان تكون ماكسيموم او مينيموم، يعني مش بالضروره تكون بالاطراف، ممكن تكون بالنص، بالربع، بالثلث، في اي مكان في الفتره. طيب وبالتالي اذا حنقول اهو، على كل انا حاولت الخص كثير وابتعد عن الاجزاء الرياضيه مره مره اللي فيها ايه؟ ابسلون ودلتا وحاجه من هذا المثيل. واستخلص الحاجه المهمه اللي حنحتاجها احنا كطلاب او طالبات حاسوب. لاحظوا قبل قليل حسبنا هذا المجموع في حاله ام 6، يعني في المسائل السابقه، بس كان في لها شروط معينه، كانت يعني محدده، هنا الامور مفتوحه. وبالتالي انا هذا المجموع حطلق عليه اسم معين، اوكي، هتتغير من واحد الى ان. في المسألة اللي حنكتبها الآن أو المثال القادم حنطلب حساب هذا المجموع، وحنسمي هذا المجموع اسم معين، حنقول عليه إيه؟ The Riemann sum، called The Riemann sum، مجموع ريمان. طبعا والدبليو كي لاحظوا لقنا عليها مينيموم او ماكسيموم، لا قلنا دبليو كي تنتمي الى السب انترفال. طيب لما احسب هذا الليمت لهذا المجموع احصل على التكامل، عشان كذا نعرف من فين جاء التكامل. لاحظ الان هذا المجموع لو حسبت الليمت، اذا حنقول on the limit، لما احسب الليمت لهذا المجموع عندما انت تؤول الى ما لا نهايه، للسميشن k from 1 to n،
ل اف دبليو كي دلتا اكس كي. هذا الناتج هو التكامل اللي احنا عمالين نشتغل فيه عشان نعرف بس فين جاء التكامل. فين جاء التكامل؟ التكامل جاء من هنا. طبعا احنا في الحقيقه مش انت ولا ملانا، هناخذ ايه؟ خلينا احنا نصحح هذه العباره، هناخذ اكبر دلتا اكس، لان احنا قلنا ايه؟ قلنا دلتا اكس ماشي متساويه لكل الفترات، في صغيره في كبيره في نص في كذا، فاحنا ناخذ اكبر ايه؟ اكبر فتره. اذا حنقول البارتيشن بي تؤول للايه؟ ليس الى الصفر انما الى النهايه. طيب اذا هذا الناتج احنا ايه؟ هنسمي ايه؟ طبعا لما اقول البارتيشن بي اللي هو اكبر فرق بين نقطتين متتاليه الى الصفر يعني صغير جدا. يعني بالتالي الدلتا اكسات هذيك حناخذها صغيره صغيره جدا جدا. طيب اذا وبالتالي حنقول هذا الرمز او هذه النهايه، طبعا لو هذه النهايه موجوده الاي موجود، لو هذه النهايه غير موجوده الاي غير موجود. طبعا هذا الكلام ايه؟ يدرسه طلاب الرياضيات في التحليل الرياضي او الحقيقي، لكن احنا ايه؟ نحاول ان ناخذ الحاجات اللي حنستفيد منها او اللي حتفيدنا. ففي الرياضيات نقول ايه؟ لو هذه النهايه موجوده الاي موجود، النهايه غير موجود يعني التكامل غير موجود. طيب لكن احنا في الحقيقه حنعرج لحاجات بسيطة جدا. اذا الصفحة 3. طيب حنعلق على ذي النتيجة، حنقول ذن ذا ليميت النهاية ذا ليميت اي يطلق عليها از كولد ذا ديفينيت انتجرال، التكامل المحدد ذا definite integral، نطلق عليه definite integral للدالة f of f from a to b. وحنرمز لها وحنقول ايه؟ and حنرمز لها بالرمز التالي او حنقول and is written او حتكتب بهذا الشكل. وصلنا للتكامل من a الى b f of x dx limit عندما norm b تؤول للصفر وk from 1 to n، وعندنا f w k دلتا اكس k. اذا هذا تكاملنا في الحقيقه اللي احنا عمالين حنشتغل عليه في كامل المقرر. هذا اصل التكامل. طبعا لاحظوا في المحاضره السابقه ما كنت اكتب اكس k، اكتب دلتا اكس فقط خلاص، لانه هي المسافه هي واحده للجميع. طيب قبل ما ناخذ مثال ونكتب summation، حناخذ مثال نشوف حنعبر فيه ازاي. طيب حنحاول خلينا ناخذ مثال نطبق مباشرة هذه النظرية. مثال example اكزامبل 2. طيب انا جمعتهم في اكزامبل 1. اكزامبل 1 ينص على ما يلي، يقول ايه؟ let حنفترض ان الداله عندي f of x تساوي 8 ماينص نص x تربيع، و حنفترض ايه؟ and let be the partition of the partition of
للفترة 0 6. إلى 5 sub intervals. 5 هنقسم يعني اللي تكون لدينا الدالة F، هنفترض البي هو تجزيء للفترة 0 6 إلى 5 فترات جزئية أو sub intervals. طبعا لو ما حددت لكم حددوا انتم النقاط، لكن راح احدد لكم حقل هذه الفترات الجزئيه اللي حقسمها ديترمين باي اعطيت لكم انا نقاط، لكن بامكانكم تختاروا اي نقاط اخرى، لان احنا قلنا في البدايه قلنا عادي لان اكس نوت بزيرو اكس واحد بواحد ونص اكس اثنين باثنين ونص اكس ثلاثة باربعة ونص واكس اربعة بخمسة and اكس خمسة بستة. المطلوب التالي find طبعا اي اسئله انا حتركها لنهايه المحاضره. المطلوب التالي رقم واحد find the norm of the partition هذه رقم واحد نوجد النورم في ذا بارتيشن يعني عاوزين نوجد النورم بي and the ريمان sub and the ريمان اللي هي ار اذا ساعدني هنا طبعا انا النقاط هذه لو حددت لكم عدد الفترات بإمكانكم تعملوا أنتم نقاط ما فيش مشكلة. لو حددتها خلاص. برضو هنا الدبليو ممكن تختاروا أنتم ممكن أنا أحددها. حقل الآن حددتها بالضبط. أحيانا أقول لكم إذا كانت الدبليو بداية الفترة نهاية الفترة في نص الفترة وهكذا. إذا حنقول اف دبليو واحد يساوي واحد ودبليو اثنين يساوي اثنين ودبليو ثلاثة يساوي ثلاثة ونص و W أربعة يساوي خمسة and W خمسة تساوي إيه؟ خمسة ونص. يعني مسألة جاهزة جايب لي كل النقاط. أروح الآن للحل أو solution. نروح للحل. طيب حنبدا في الحل خطوه خطوه. مساله بسيطه جدا حنمشي خطوه خطوه. طيب رقم واحد حرح راسم عندي هنا اكس نوت وهنا عندي ايه حيبقى اكس خمسه لان عندي خمس فترات حيبقى. طيب الفترات عندي مقسمة x1 زي ما هو انا حاخذ النقاط اللي كاتبها وقال ايه؟ قال x1 حيبقى x1 x2 x3 x4 طبعا هو حدد لي النقاط قال x0 طبعا x0 خلاص ما اعرفها بصفر لي بداية الفترة ونهاية الايه؟ ونهاية الفترة انتهى. أقل إكس واحد ما ليش طالبة يراسلوني وأنا أشرح المحاضرة لأنه مش حلتفت للرسائل. إكس واحد بواحد ونص يعني حق النقاط اللي هو كاتبها. إكس اثنين اثنين ونص إكس ثلاثة أربعة ونص إكس أربعة خمسة
اكس اكس 5 6 اكس 5 معروفه اللي بدايه الفتره ونهايه الفتره معروف يعني بصفر هذه بسته معروفه. اذا كم عندي فتره؟ 1 2 3 4 5 ممتاز. اذا عندي لما اروح افك السميشن حفكهم كم؟ حيبقى مفكوك للسميشن حيبقى من 1 الى 5. طيب قبل كذا ابدا ايه؟ لانه عاوز مني ايه؟ النورم اوف بارتيشن يعني اكبر فتره. طبعا اروح حاسب ايه؟ اروح احسب الفترات او طول كل فتره. فمثلا هنا انا اريد احسب دلتا اكس 1. طبعا كمان دبليو 1 قال لي دبليو 1 اهو مثلا هذه دبليو 1 اللي هي بواحد. دبليو 2 هي باثنين. دبليو 3 هاي هنا اللي بثلاثة ونص. دبليو اي كمان 4. دبليو 4 اللي هي نفس اكس 4. لان احنا قلنا ايه الدبليو ممكن تكون في النص في الطرف في اي مكان ما فيش مشكله في الفترات الجزئيه. لان احنا اليوم ندرس الجنرال كيس الحاله العامه. لاحظوا ان دبليو 4 نفس اكس 4 ممكن تكون في جوه الفتره. احيانا تجي المسائل تقول لي الليفت واحيانا تقول لي الرايت واحيانا تقول لي الميد بوينت. انتبه في مسائل تمارين لتحديد الدبليوهات احيانا ما مكتوبش قيمه الدبليوهات. اقول لكم حيث الدبليوهات هي عباره عن الليفت اند بوينت. خلاص راح اخذ الليفت يعني دي فتره جزئيه هذه الليفت هذه الفتره هذه الليفت. احيانا اقول لكم رايت اند بوينت اخذ هذه واحيانا اخذ هذه الدبليو. واحيانا اقول لكم ميد بوينت يعني نقطه في النص فاخذ هذه زائد هذه واقسم على اثنين. طيب اذا دبليو 4 هي في الحقيقه ايه؟ هي اكس 4. وعندي دبليو 5 دبليو 5 5 ونص. طيب الان انا احتاج ايه؟ عشان احسب البارتيشن احسب الدلتا اكس يعني المسافه بين نقطتين متتاليتين. برضه هنا هحسب ايه؟ الدلتا اكس اللي دلتا اكس 2. احسب هنا ايه؟ الدلتا اكس اللي دلتا اكس 3. خلاص الان الدلتا اكسات حتكون ايه مختلفة. طيب هنا برضو اريد احسب الايه؟ دلتا اكس 4. وفي الاخير اريد احسب ايه؟ لا من هنا دلتا اكس 4. ومن هنا اريد احسب ايه؟ دلتا اكس 5. طيب يلا نحسب مع بعض الدلتا اكس. نبدا بدلتا اكس 1. دلتا اكس 1 هي حتبقى هي الفرق بين النقطة السابقة واللاحق. يعني هذه النقطة ناقص هذه، إذا واحد ونص ماينس زيرو حيعطيني إيه؟ واحد ونص. طيب نحسب دلتا إكس 2. من هنا نحسب دلتا إكس 2. اثنين ونص ناقص إيه؟ حتبقى اثنين ونص ناقص واحد ونص. حيبقى إذا اثنين ونص ناقص واحد ونص هيعطي لي كم؟ نص هيعطي لي واحد. طب دلتا اكس ثلاثة هذه دلتا اكس ثلاثة هيبقى اربعة ونص ناقص اثنين ونص. هيعطي لي كم؟ اثنين. دلتا اكس اربعة تبقى خمسة ناقص أربعة ونص هيعطي لي نص. آخر نقطة دلتا إكس خمسة اللي هي ستة ماينس خمسة. خلاص إحنا عرفنا الحاجات هذه بسيطة جدا. طيب إذا عشان أجوب على الفقرة واحد يعني النورم بي كما قلنا قبل قليل إيه؟ هي أكبر دلتا إكس هي أكبر دلتا إكس. راح اشوف اكبر دلتا اكس. كم دلتا اكس عندي؟ اكبر واحدة. ها دلتا اكس كم؟ ثلاثة. لو شفنا هنا واحد ونص واحد اثنين نص واحد لان اكبر دلتا اكس ثلاثة. اذا نسوي دلتا اكس ثلاثة. اللي هي ايه؟ اثنين. اذا خلصنا من ايه؟ من الفقرة الأولى. بسيطة جدا. فقط في التمارين حتلاقوا ايه؟ يتفنن فيها، مره يقول الدبليو كي في الشمال، مره يقول في اليمين، ناخذ اكبر قيمه. مره يقول في النص. ننتبه.
في احد الاختبارات جبت مساله زي كذا، وكانت الدبليو في النص، في طالبه كثيره راحوا حطوا نقاط من عندهم. ما ينفعش انا اذا حددت لكم في المساله لابد ايه نمشي بحسب التحديد، لكن لو قلت لكم خمس فترات خلاص انتم خذوا زي ما انتم عاوزين، قسموا زي ما انتم عاوزين، خذوا الدبليو كي زي ما انتم عاوزين، ما في مشكله. طيب اذا الفقرة الثانية نريد نحسبه ريمان صم. ريمان صم حيساوي الكي حتتغير من واحد إلى عدد الفترات، كم عند الفترات؟ خمس فترات. إذا واحد إلى خمسة، أو معايا اف دبليو كي في دلتا اكس كي، يعني هنا الدلتا اكس حتكون تابعة لهذه الفترة، ما نروحش نجيب دلتا اكس نساويهم او ناخذ دلتا اكس زي ما احنا عاوزين بمزاجنا، لا خلاص في مسالتنا محدده. اذا لو فكينا هذا المقدار خلوا احنا نفكه مع بعض، فاذا ار بي هيساوي يلا حيبقى ايه نفك العداد فقط، اف دبليو 1 دلتا اكس 1 زائدا اف دبليو 2 دلتا اكس 2 زائد اف دبليو 3 دلتا اكس 3 زائد اف دبليو 4 دلتا اكس 4 زائد اف دبليو 5 دلتا اكس 5. ها كده خلصنا ولا لسه؟ خلصنا. اذا نمشي بهذا الاسلوب وبهذا الشكل عشان ما نغلطش، لان مسائل بسيطه جدا وحاجه يعني فيري ايزي، فما نضيعهاش ونحاول نضمنها. طيب فانا حقي الاولى طبعا هو حدد لي الدبليو 1 خلاص التزم لانه محدد، قال لي الدبليو 1 هي عباره عن واحد، اذا حقول ايه اف 1 هذه انا حسبتها دلتا اكس 1، كانت عندي دلتا اكس 1 بواحد ونص زائد اف دبليو 2، دبليو 2 قال لي بكام؟ ب 2 ودلتا اكس بواحد، دلتا اكس 2 زائد اف دبليو 3 بكام؟ ثلاثة ونص. في دلتا اكس هنا بكام؟ باثنين. وهكذا الى بقية اخر النقاط، اف خمسة في بوينت خمسة زائدا اف خمسة ونص في واحد، واروح ايه ابدا اصور النقطة واحد، اصور النقطة اثنين وهكذا. فين اصور النقطة؟ صورة النقطة في المسألة نفسها. اف واحد هنا. يعني مثلا اف واحد، راح اقول اف اشيل الاكس واحط بدالها واحد. حيبقى ثمانية ناقص نص اكس تربيع، اشيل الاكس واحط واحد يبقى تربيع. حيبقى عندي ثمانية ناقص نص. طبعا احنا شطار بالكسور. لما اريد اجمع واطرح عدد صحيح وكسر احول العدد الصحيح الى كسور. هذا نص اذا حول هذا الى انصاص. كم الثمانية فيها أنصاص؟ الثمانية فيها 16 نص، لأن 16 على 2 8. إذا 16 نص ناقص نص يعطيني إيه؟ 15 نص. طبعاً في الامتحانات بإمكانكم إيه؟ تحسبوها بالآلة الحاسبة ما فيش مشكلة. إذا حعوض في الأولى، إذا إف 1 حيبقى إيه؟ 8 ناقص أو نص في 1 تربيع. برضه هنا طبعا مضروب في نص زائد اجيب صوره اثنين حبقى ثمانيه ناقص نص اثنين تربيع في واحد زائد ثمانيه نص ثلاثه خمسه من عشره تربيع في دلتا اكس اللي هنا بكام؟ باثنين. في دلتا اكس باثنين زائد ثمانية ماينص نص في ايه؟ في خمسة تربيع في دلتا اكس اللي بوينت خمسة زائد اخر حاجة عندي ايه؟ ثمانية ماينص نص في كام؟ في خمسة ونص. طبعا بامكانكم ما فيش مشكلة تحسبوها في الحاسوب في الآلة الحاسبة، حتعطي لكم الناتج 11.625.
إذن هذا هو إيه؟ مجموع، هذا مجموع ريمان. طيب في عندي بعض الخواص البسيطة حنقولها الآن من أجل نكمل محاضرتنا. طبعا احنا خلاص الآن تعرفنا في الحقيقة على على إيه؟ على أن التكامل بتاعنا اللي احنا عمالين ندرسه وحندرسه في المقرر من أين أتى أو ما هو أساسه. أهو أساسه التكامل هو عبارة عن النهاية المجموع ريمان. طبعا احنا حاولت أكتبه بشكل مبسط، أبتعدته عن العمق الرياضي، حاولت أكتبه بشكل مبسط جدا. لو تريدوا تقرأوا أكثر هو موجود في الكتاب، يعني إبسلون ودلتا والتقارب وال وال وال، فأنا أخذته مباشرة بهذا الشكل لأنه في حاجات كثيرة تهم كثير الرياضيين، تخصص طلاب الرياضيات تهمهم أكثر. طيب فأنا لو فهمت هذا المثال كويس وفهمت الحاجات اللي قلتها قبل قليل يبقى احنا 100 100. طيب ناخذ بعض التعريفات اللي في الحقيقه هي عباره عن خواص للتكامل وحتفيد احنا كثير في الحقيقه. مثلا لو اخذنا تعريف definition definition 5.17 اللي يقول ايه؟ لو كان اف سي اكبر من الدي اذن التكامل التالي as f of x dx، استطيع ابدل حدود التكامل واضرب التكامل الجديد في سالب. اذا هذه خاصيه انه لو اريد ابدل، يعني من هنا سي الى دي اروح كاتب من دي الى سي واروح ضرب في سالب. هنستخدم هذه الخاصيه يبدو لي بعد قليل. إذا هذه خاصية مهمة. ناخذ خاصية أخرى. لو كان عندي الحد الأعلى للتكامل هو نفس الحد الأدنى، ها إيش حيكون يساوي التكامل؟ خلال معلوماتكم السابقة. definition حيساوي كم؟ definition لو كانت عندي، ها ما فيش حد اجاب، لو كانت ال اف اي اكزيست. برافو برافو يا نور، ايوه صح صح. طب حنقول لو كان قيمه الداله اللي عند النقطه اي موجود اكزيست اذن التكامل التالي اهو. احيانا تاتيني مساله بهذا الشكل وانتبهوا في الاختبار الجاي، انا اجيب لكم مساله هنا معقد وصعبه وفي طلبه تروحوا كاملوا. يعني الان الطالبات اللي موجودين معي في الجلسه اللي مركزين معي حستفيدوا من هذه النقطه. قد تاتي لكم مساله في الاختبار الاول احط لكم هنا داله معقده وراح كاتب هنا 5 إلى 5. طالبات طبعا حيشتغلوا ربع ساعه نص ساعه مش حيوصلوا الناتج، طالبات بثواني يعملوا بصف لانها خاصيه تعريف. اذا ننتبه. طيب في امثله بسيطه، أمثلة بسيطة على الجزئية هذه يبدو قد نزلتها لكم في التمارين. example مثلا عندي تكامل 3 إلى 3 يؤس اكس تربيع دي اكس. طبعا هذه مش حنقدر نكملها مباشرة، راح نقول ايه تكامل بصفر. ليه؟ لأنه الحد الأعلى نفس الحد الايه؟ نفس الحد الأدنى. إذا الناتج هذا التكامل. example آخر، احيانا اعطي لكم معطيات اهو، ما اريدكم تحسبوا التكاملات، اريد تستخدموا الخواص. على طول نكتب صفر خلاص، نقول تعريف. احيانا اعطي لكم خواص، واعطيتكم مثال في المحاضره السابقه وتقريبا حطيت لكم في التمارين. او مثلا عندي هذا التكامل دي اكس يساوي 45 على 4. هذا التكامل جيفن، يعني معطى، ما في داعي في الاختبار في طالبة كثير يروحوا يضيعوا وقتهم.
انا لما اجيب لك التكامل محسوب خلاص ما تضيعي وقتك تروح تحسبين لانه مش حتاخذي درجات. طيب واطلب ايه؟ اطلب تطبيق خاصيه اصلا او فايند تكامل من 8 الى سالب 1 لنفس التكامل. طبعا انا حقول في السؤال استخدمي الخواص، حقول استخدمي الخواص وبالتالي ننتبه، حقول يوز ذا بروبرتيز، ما تروح طالبه تحسب لي التكامل. طيب انت ضيعتي وقتك، لكن الطالبه اللي الان منتبهه معايا ومتابعه معايا حتجيب على هذا السؤال بدون ما تحسب التكامل خالص. حتعمل ايه؟ حتقول هذا التكامل اهو، بصوا معايا، هذا تكامل من 8 الى سالب 1 اكس تكعيب دي اكس يساوي ايش يساوي؟ انا عندي ده معلوم، بس يحتاج ايه؟ اغير حدود التكامل، يحتاج اغير حدود التكامل. حقول ايه؟ حضرب في سالب واغير حدود التكامل، حيبقى سالب 1 الى 8 او اكس تكعيب اكس اس ثلث دي اكس. طبعا انا هذا معطى، بصوا معي، هذا معطى، معطى هنا ما فيش داعي احسبه، لو طالب حسبته مش حتاخذ درجه خالص، لان انا اريد الخاصيه. اذا هذا التكامل حقول قيمته او من هنا معطى 45 على 4، اذا ناتج التكامل سالب 45 على 4، واكون بكذا ايه؟ اوجدت الحل لهذا التكامل. طيب اخر فقره في محاضرتنا وهي مهمه جدا. فقره مهم وننتبه لها وهي بسيطه. قد ياتينا هذه الاجزاء هامه جدا. احيانا نستطيع من دون ما نحسب التكامل، اكزامبل ما ادري في الكتاب رقم كم، اكزامبل 4، الكتاب 4، اكزامبل 4، ينص على ما يلي: فايند فايند ذا او ايفالويت ذا انتجرال اللي بتكامل من سالب 3 الى 3 2 اكس زائد 6 دي اكس باي اكسبريسنج اريا المساحه اندر ذا جراف اوف اف. يعني ما ليش طالبه تروح تحسب التكامل، لا، احنا ايش؟ باي اكسبريسنج اريا اندر ذا جراف اوف اف. فين الاف بتاعتنا؟ اهي الاف، هذه الاف. يلا اذا حنقول سوليوشن، سوليوشن و اروح احدد ما هي الاف. اذا الاف اوف اكس اللي هي عباره عن 2 اكس زائد 6. طيب اروح ارسم هذه، ارسم هذا المستقيم. طبعا ما دام ما فيش تربيع حيكون مستقيم عندي، مستقيم، واحنا تعلمنا الرسم خلاص، قلنا في المحاضره الماضيه. طبعا رسم مستقيم اريد نقطتين واوصل بينهم. طب لرسم هذا المستقيم كما قلت في السابق، اي رسمه نواجهها حكون حشرحها لكم بالايه؟ حنشرحها بالتفصيل عشان ايه؟ نتعلم لما نروح التطبيقات للمساحات والحجوم نكون عارفين كل حاجه. اذا الرسم المستقيم اجيب نقاط التقاطع مع اكس اكسس، حنقول ايه؟ بوت واي بصفر، اسمي دي واي. اذا لايجاد نقاط التقاطع مع محور اكس اضع واي بصفر، اذا حيبقى عندي 2 اكس زائد 6 يساوي صفر. من هنا حل هذه المعادله، حنقول 6 للطرف الاخر حيبقى 2 اكس يساوي سالب 6، اقسم الطرفين على كم؟ على سالب 6، ومن ثم الاكس حتبقى بايه؟ ها الاكس حتبقى ب سالب 3. اذا التقاطع مع محور اكس حيكون عند سالب 3 وصفر. طيب نقاط التقاطع مع واي اكسس حنروح ايه؟ حنروح قايلين او مع واي اكسس حنقول بوت مين؟ اكس بزيرو،
لغة التقاطع مع y اكسس نضع الاكس بزيرو. هنا نضعها في مسألتنا. إذا حيبقى y 6 واكس بزيرو زائد ايه؟ أو 2 زائد 6. من هنا حيدي لي y بكام؟ y بستة. إذا المستقيم حيقطع محور y عند 6. يعني عند النقطة اكس بزيرو وواي بستة. إذا للرسم المستقيم هاتين النقطتين هامتين. طبعا هذا الكلام نركز فيه كثير لأنه حنحتاجه بعدين أثناء دراسة لما نجي نرسم المساحات والحجوم حنحتاج الكلام هذا. طيب يلا نرسم الآن نرسم مع بعض. يلا هذا محور واي وهذا محور ايه وهذا محور اكس. طيب لقينا نقطة تقاطع مع محور واي مع محور اكس. قال لي ايه عند النقطة؟ النقطة كم؟ سالب 3 وصفر. كان المفروض نكبر في الناحية دي، كان الحين ناخذ ورقة ثانية لأن الرسم لقيها سالبة. إذا اكس واي نقطة تتقاطع مع محور اكس عند اكس قال لي ايه؟ هنا سالب 1، هنا سالب 2، هنا سالب 3. إذا حتبقى نقطة التقاطع بالنسبة لمحور اكس عند سالب ايه؟ عند سالب 3. طب بالنسبة للواي حتكون نقطة التقاطع عند 6. حنقول مثلا 1 2 3 4 5 6. إذا حتبقى عند هذه النقطة. إذا كما قلت قبل قليل احنا في حالة المستقيم نحتاج ايه؟ نحتاج نوصل بين نقطتين. إذا حروح راسم أو كل تقريبي حروح راسم بين هاتين النقطتين هذا المستقيم. يمتد هنا ما فيش مشكلة بالشكل هذا. هذا اللي برا ما يهمناش كثير. طيب طبعا أنا عندي التكامل من سالب 3 إلى 3. إذا أنا حمد هذا المستقيم حقول 1 هنا 2 3. إذا حمد المستقيم إلى أنا حكتب 3 هنا. مش عارف ايش حاصرنا نفسنا مرة كذا. وهي عندي ايه؟ حنزله إلى عند ايه؟ 3. إذا حنعتبر هذه النقطة 3. طيب إذا حصلنا على هذا الشكل. حصلنا على هذا الشكل. اذا ندو هذا ماوش الاكزامبل في الكتاب، مساله اخرى. طيب على كل المهم ومن ثم هذا طبعا يمثل ايه المستقيم الشكل اللي معانا ذا. اذا هذا المستقيم تبعنا اللي رسمناه واي يساوي 2 اكس زائد 6. هنا عندي 3 وعندي هنا الفترة من سالب 3 إلى 3. ها إيش الشكل هذا اللي طلع أمامنا؟ الشكل اللي أمامنا شوفكم أنتم معاه؟ ها لسه أنتم معاه؟ برافو مثلث. إذا حنقول الإيريا. لاحظوا أنا مش هحسب التكامل، في طالبة كثير حيروحوا يحسبوا لي التكامل. ما فيش مشكلة التكامل لو نريد نتحقق من النتيجة ما فيش مشكلة. إذا حنقول الإيريا اللي مركز معايا هم اللي إيه؟ حيجيب على هذا السؤال. الاريا اوف ذيس ريكتانجل حيبقى ايه؟ نصف القاعده في الارتفاع. طبعا القاعده عندي ها، من يقول لي كم القاعده؟ اذا انا راح يساوي نصف ها القاعده عندي في المثلث هذا حتكون كم؟ يلا شوفكم انتم معي. هذه القاعده من هنا الى هنا. إما عد الوحدات أو حقول إيه؟ لأن إحنا تعلمنا في مقرر التفاضل كنا نحسب المسافة. حقول هذه النقطة ناقص هدي لي كم؟ 6. إذا من هنا لهنا 6، إذا القاعدة 6. يلا أما الارتفاع كم؟ هذا الارتفاع المثلث، من اللي تقول لي كم ارتفاع هذا المثلث؟ ها ارتفاع المثلث اللي عند هذه النقطة، يعني حيكون عند إكس بثلاثة
ها واي هذه فين نطلعها؟ نعوض ثلاثة هنا. لاحظوا معايا اف ثلاثة هتساوي ايه؟ اثنين في ثلاثة زائد ستة. اثنين في ثلاثة بستة زائد ستة كام؟ 12. إذا الارتفاع قال له كم؟ 12. إذا القاعدة في الارتفاع، برافو، في طالبة كاتبة 12، ممتاز. بالتالي حيعطيني ايه؟ حيعطيني كم؟ 36 وحدة مربعة. طبعا في طالبة تقول ايه خلاص انا هذا دكتور اللي حسبت الاريا كذا، هحسب التكامل واشوف الناتج اللي حيطلع معايا، اريد اتحقق من النتيجة. ما فيش مشكلة عادي، لكن لحد هنا كفاية. لحد هنا كفاية. طبعا المثال اللي موجود معكم في الكتاب، في مثالين بإمكانكم قراءتهم، موجود في الكتاب. حنتبع نفس الأسلوب. حعرضهم. إذن حنتبع نفس الأسلوب. في عندي هنا مثالين. هذا المثال الأول. طبعا حيطلع شبه منحرف. وهنا حيطلع نصف دائرة. هنا يطلع شبه منحرف، هنا يطلع نصف دائرة. حنقرب الصورة. طبعا اعتقد معظمكم موجود. للأسف يعني الوقت معنا. بصوا معي. حرسموا نفس الشيء، نفس المستقيم. نفس المستقيم. بعدين الصورة دي سالب اثنين حتكون صورتها هنا اثنين. وأربعة حتكون صورتها خمسة. هذا يعطي لي ايه؟ البيسس لشبه المنحرف. حيبقى هذا البيسس وهذا الارتفاع. يعني حيبقى هذا زائد هذا قسمة اثنين في الارتفاع، الارتفاع اللي هذه المسافة. طبعا من فين نحصل قوانين؟ لان انا جبت لكم الكتاب، القوانين موجودة عندكم ايه؟ في بداية الايه؟ استفيدوا من هذه القوانين. يعني مثلا شبه المنحرف اهو هذا القانون، نص في A زائد B اللي هي زائد القاعدتين في الارتفاع. طيب تحاول تقرأوا هذين المثالين، ولو في أسئلة بالإمكان إيه؟ هذا المثال هذا اللي في الصورة. طبعا احنا صعب نكتب كل حاجة في المحاضرة. طيب بالنسبة لهذا المثال، هذا المثال خلاص قد شرحته مستقيم. بالنسبة لهذا المثال نصف دائرة، نصف دائرة. بالنسبة لهذا المثال نصف دائرة حيكون بهذا الشكل التعامل معه. طبعا في هذا التكامل برضه مطلوب ايه؟ evaluate the integral او نفس الـ expressing the area under the graph. طبعا احنا ايه حددنا الوال، هذه الوال. طبعا انا لو ربعت الطرفين ححصل في الحقيقه على معادله الدائره، هذه معادله الدائره. ابدا ارسم الدائره. طبعا معادله الدائره بشكل عام برضو حذكركم فيها، احنا اخذناها زمان اخذتموها. هذه بشكل عام x minus a تربيع زائد y minus b تربيع يساوي r تربيع. هذه دائره مركزها a و b ونصف قطرها r. طبعا احنا بهذا الشكل الدائره حيكون مركزها صفر وصفر ونصف قطرها ايه. اذا الدائره اللي معايا هذه، طبعا انا اخذت واي، هي واي هذه الداله اللي هو اف اكس، هذه الاف اكس. طبعا رسمها لسه مش عارفه، لكن لو عارفه خلاص ارسم على طول. لكن انا اريد اشرح لنفسي، اروح اربع الطرفين، بعدين حنقول السالب اكس تبع للطرف الاخر، احصل بالفعل على معادله الايه؟ على معادله الدائره. هذه معادلة الدائرة مركزها صفر صفر، أقارنها بهذه المعادلة العامة. هنا ما فيش A ولا B، إذا صفر صفر. ونصف قطرها A، إذا هذه المعلومات الذي يحتاج لرسم الدائرة، أو حرسم دائرة مركزها صفر صفر ونصف قطرها A و B. طبعا الدائرة هذا A، إذا هذه النقطة حتكون إيه؟ A و 0، وهذه النقطة حتكون سالب A و 0، وهذه النقطة 0 سالب A، وهذه النقطة 0 A. معادلة الدائرة واحنا اخذناها في التفاضل اثناء دراستنا في بداية مقرر التفاضل. طبعا في الحقيقة الدائرة في لها فرعين، اللي فرع الفرع اللي فوق اللي في مسألتنا. يعني هذا اللي فوق، الجزء اللي فوق، لأنه لما اجي احل حقول ايه واي تربيع تساوي ايه تربيع ماينس اكس تربيع.
لما اخذ قدر الطرفين حبقى واي زائد او ناقص القدر التربيعي الاي تربيع ماينس اكس تربيع، حيبقى عندي جزء فرع موجب فرع سالب، هذا الفرع الموجب اللي هو في مسالتنا اي تربيع ماينس اكس تربيع، الجزء اللي تحت الفرع اللي تحت اللي هو الجزء السالب حيبقى اي تربيع ماينس اكس تربيع. طيب انا في مسالتي فقط اخذ الجزء الموجب، يعني حيبقى من سالب اي الى اي اخذ الجزء الموجب، يعني اريد مساحه نصف الدائره. طبعا انا في الحقيقه ابدا اروح اجيب مساحه الدائره وبعدين ايه اقسم على اثنين احصل على مساحه الدائره. ما ادري انا كتبتها هنا هي موجوده. اذا حبدا اقول ايه الاريا فور سيركل باي ار تربيع، باي في مربع نصف قطر الدائره، سيمي سيركل يعني نصف الدائره حقسم على اثنين. اذا لاحظوا انا حسبت هنا المساله ايه هذا الناتج عندي فقط الرسمه، هذا الناتج يعني ما حسبتش هذا تكامل. طبعا معلوماتكم الان ما تسمح لكم لحساب هذا التكامل، هذا التكامل حنحسبه بعدين ان شاء الله، التكامل حنحسبه باستخدام التعويضات المثلثيه. لكن لاحظوا الان انا اوجدت ناتج التكامل بحساب الاريا تحت المنحنى اللي اسمه سيركل اللي باي في اي تربيع على اثنين. ان شاء الله لما ندرس طرق التكامل حنحسب هذا التكامل وحنحصل على نفس الناتج. اذا حكتفي بهذا القدر وان شاء الله في المحاضره القادمه. لا الرسم مهم جدا، لازم الرسم، لازم نرسم، بدون الرسم يعني بدون الرسم حنعرف ازاي النظم مثلث. ها نورا لو ما رسمناش حنعرف انه ازاي شبه منحرف، ازاي نصف دائره وهكذا. اذا حكتفي بهذا القدر ونفتح المجال للأسئلة والاستفسارات.